مفيش احلى من سندوتش الجبنه وكوبايه الشاي بلبن. اسهل واسرع وجبه ممكن نعملها لنفسنا او لاولادنا، سواء كسلانين او عايزين نفطر او عايزينها تصبيره او عايزينها كعشاء، مفيش احلى من كده. ولكن هتتفاجئوا لما تعرفوا ان الوجبه دي ممكن تكون مش صحيه، وان في انواع جبن كتيره جدا بندخلها بيتنا كمان خطر على صحتنا، مش بس يعني كده، هي مضره كمان. طب ازاي وليه وايه البديل؟ كل ده هنعرفه من ضيفنا اللي منورنا النهارده، دكتور محمد الشافعي، استشاري التغذيه العلاجيه جامعه القاهره. منورنا يا دكتور. اهلا بيك يا دكتور. زعلانين من اللي احنا قلناه ده؟ يعني هو بصراحه مفيش احلى من سندوتش الجبنه. جيت عند الشخص المناسب في الموضوع ده. ايه اضرار الجبن يا دكتور؟ معقوله في ليها اضرار؟ لا، وكمان الشاي بلبن انت نسيتيه، والالبان ده لسه. بصي، اللبن اللي ربنا اتكلم عنه، واللبن اللي هو الاساسي اللي احنا كنا بنعرفه، او اللبن الكويس الحلو، ما عادش موجود. بتاع اللبان اللي كنا بنشيل وش اللبن القشطه. بس الناس، انا عملت فيديو قبل كده واتشتمت كتير جدا على الموضوع ده، انا ضد اللبن اللي موجود حاليا بكل بساطه. تمام. اللبن اللي موجود حاليا هو ناتج عن ابقار وبقر موجود محقونه بجروس هرمون. طب يعني لبن حيواني؟ حيواني محقون بجروس هرمون. في هرمونات. هرمونات عاليه جدا، خلى مثلا البنات النهارده تبلغ بدري. احنا عارفين دايما لما يكون مثلا ام بترضع ما ينفعش ندي لها دواء. مظبوط. ليه؟ علشان الدواء ده هينزل في اللبن. النهارده هنحقن البقر والعجول، بنحقنها بجروس هرمون عشان تزود انتاج الالبان بتاعتها. الالبان كترت جدا، الكميه بقت كبيره جدا عن الكميه الطبيعيه عن طريق الحقن والهرمونات اللي بتتحقن فيها، فده بينزل في اللبن. لو افترضنا ان احنا هناخد اللبن ده واحنا هنشربه مباشره، ما فيش في اي حاجه اتعملت فيه. اوكي، فاحنا شربنا لبن في جروس هرمون وفي حاجات كتير خلت مثلا الملح يحصل لها مشاكل. يعني لو افترضنا انه اللبن اللي من عند اللبان بنجيبه ليه؟ الغليان مش هيطلع لك جروس هرمون اللي فيه، الغليان عشان يقتل البكتيريا. تعالى بقى عند حته الغليان، اللبن دلوقتي بيتاخد بيتبسطر. أيوة. اول حاجه في الباستاه انك بتقتلي كل البكتيريا النافعه اللي جواه. يا نهار. اللبن طبعا اللبن نازل من البقر او الجاموسه، هو نازل معقم جاهز سائغا للشاربين. يعني لبن جاهز للشرب معقم وجميل وفي كل حاجه، فيه الحلو والوحش بتاعه، السكر اللي فيه اللي هو اللاكتوز. أيوة. وفي حاجات تانية بتعادل الموضوع ده موجوده جواه. جينا بسطرناه قتلنا البكتيريا. ده جابوا لبن وعملوا له بسطرة وادوه تاني لصغار الابقار اللي هو الرضيع. ماشي. ماتت بعد 6 شهور. يا ساتر. ماشي، لان احنا قتلنا الحاجه اللي بتعالج المشكله بتاعته. يعني ما نشربش شاي بلبن، ناخده بقى نحط عليه مكملات، نحط عليه مواد حافظه، نحطه في علب ونديه 6 شهور، نحطه في الشمس. في الحاجات، فبقى تخزين. فبقى لبن ننزع منه الدهن اللي هو الحيواني الكويس بتاعه، نيجي نعمل منه اكبان بقى. انهم عاملين ايه؟ شايلين منه الدهن وحاطين مكانه دهن النباتي مشبع، زيوت بقى كمان، زيوت مهدرجه. تمام. طبعاً. عشان نحطها جواه ونعمل منها الجبن. طب في البان بديله؟ يعني في مثلا لبن جوز الهند والشوفان واللوز والحاجات دي كلها. بص، هو في الاخر برضه ما هي البان نباتية. يعني الدهن اللي فيها ايه؟ نباتي. احنا دايما بنحاول نبعد عن الدهون النباتيه. الجبن بقى اللي موجوده في السوق النهارده، هتلاقي جبن رخيصه ب 5 جنيه الحته وب 10 جنيه الحته. أيوه. ابعدي عنها، ده قاتله. دي طبعاً. جبنه قاتله. جبنه كل الدهون اللي فيها دهون مشبعه، دهون نباتيه. ناكل ايه؟ ناكل الجبن الطبيعي، الجبن الطبيعي بتاع زمان بتاع اللبان، رغم اللي هو فيه مشكله. احنا قلنا اللبن الاساسي بقى عشان الهرمونات. بس لو اقدر، لو اقدر ان انا ابقى يعني عارف فلاح معين او عارف حد معين، الجاموسه بتاعته او البقره بتاعته اللي بيجيب منها اللبن مش محقونه بهرمونات وحاجه، وعامل جبنه زي جبن القريش او الجبن الابيض او الكلام ده كله، اوكي. لكن جبن النهارده بقى جبن محطوط عليه هرمونات ومحطوط عليه دهون نباتيه، ده غلط. تخش بقى على جبنه زي جبنه رومي. جبنه رومي. احنا بنسمع كتير عن جبنه رومي. أيوة. جبنه رومي والتركي اللي بيقولوا عليها جبنه التركي في اسكندريه. ايوه صح. عشق المصريين طبعا. عارف الجبنه دي مصنعه من ايه؟ لا، بطاطس. فعلا؟ طبعا، حقيقي الكلام ده احنا سمعناه مش حقيقي يا فندم. مكونات، خش على النت اكتبي مكونات الجبنه الرومي، احد مكونات الجبنه الرومي النهارده ايه؟ بطاطس. هم بيحطوا فيها لبن، كان زمان بيعملوها باللبن الطبيعي. دلوقتي بقى بينزعوا منه الدهون الحيوانيه اللي هي الصحيه وبيحطوا له دهون نباتيه. تمام. عشان يبقى رخيص، ويعتقوه بقى من 10، من 9 ل 12 سنه عشان تاخدها جبنه قديمه. يا نهار ابيض. طبعا قالب الجبنه الرومي ده بيتعتق من 9 ل 12 سنه. ما بيبوظش. ما هو ده بقى، تعالي هنا بقى نتكلم. جبنه معتقه او لبن مامي لمده 6 شهور ما بيحصلوش اي حاجه. ولا في ثلاجه ولا في غير ثلاجه. تمام. ومبسطه وعليه مواد حافظه، وتلاقي عليه بقى كلمه الاي كذا، اي 91، اي مش عارف. دي كلها حاجات، كلها مسرطنه. النهارده في بحث، في بعض الابحاث معموله النهارده بتتكلم ان في علاقه وثيقه ما بين اللبن اللي موجود النهارده وسرطان الثدي. تخيلي
يعني في انا مش ضد اللبن اللي احنا اتكلمنا عليه او نزل في القران او الرسول كان بيشربه، انا مش ضد اللبن ده، بس اللي موجود حاليا مش كده. اللبن النهارده حامضي، نسبه الحمضيه بتاعته عاليه جدا. طب احنا ايه البديل يا دكتور؟ يعني ما احنا برضو اصل الجبن دي وجبه اساسيه عندنا زي ما والالبان كالالبان ناخد حاجه مكتوب عليها جبنه طبيعي 100% لبن، الدهن بتاعه دهن حيواني 100%، لكن دهن نباتي ابعد عنه. طب في بعض الاحيان بيبقى في ناس تقول لك انا هشرب لبن خالي الدسم او لبن مثلا كامل الدسم، انا بشيل الدسم منه اذا كان الدسم ده حاجه كويسه عشان السعرات. هو الفكره كلها بيدور على حاجه اسمها دايت. انا بس ضد، هل ده صحي ولا غير صحي؟ انا ضد المنتجات الدايت. اي منتج حاجه اسمها دايت ده انا ضده. ربنا لما خلق الحاجه او خلق المنتج ده بالدهون بتاعته هو خلقه عشان احنا الدهون دي صحيه. ليه انزع منه دهون عشان اقول اقلل الكالوري؟ طب ما انا اقلل الكميه. مظبوط. احسن اسيبه زي ما هو كده بس اقلل الكميه، لان في حاجه دايما انت دايما عندك مشكله الجلد اللي انت تبقي حاسه بالذنب. ماشي. فانت بتاخدي الحاجات اللي هي الدايت المكتوب عليها كلمه دايت تمام علشان ما تحسيش بالذنب، فتشربي منها براحتك، وتيجي بتكلمي حد يقول لك ايه ده دايت يا فندم، ده دايت يا فندم، فبيخليكي تشربي وتاكلي كميات كبيره جدا على امل انها حاجه دايت طبعًا. فطبعا ده غلط طبعًا. ابعدي عن الدايت، ابعدي عن اي حاجه فيها كلمه دايت، خدي الحاجه طبيعيه. زي هناخد ما هي زي ما قلنا على الحبه الكامله مثلا، ناخد الحاجه الحبه الكامله، ما ناخدش الحاجه ما قلنا ما ناخدش العصير بتاع الفاكهه مثلا، ناخد الفاكهه الكامله وناكلها السمر كامله عشان اليافها. نفس الفكره برضو في الحليب، ناخد الحليب الطبيعي، ابعدوا عن الحليب المعلب والحليب الحليب اللي هو الجاهز في العلب ده ابعدوا عنه. ناخد الحليب بقدر الامكان، ماشي هو جاي فيه مشاكل هناخده من اللبان، يعني مشاكله هتكون شويه اقل من مشاكل اللي هي جايه في علب ومحمول عليها مواد حافظه. لبن يعني ايه لبن يقعد 6 شهور؟ انا مش قادر استوعبه يعني. هي صعبه يعني انا مش قادر استوعبه. وبعدين نعمله بقى مش، فنحط عليه املاح جامده جدا عشان الجبن دي بقى نعملها بقى طبعًا. مش ونزود عليها، والمش بقى يقعد بقى بالسنين كمان، سنين بقى بدودو سنين بدودو بس فالفكره كلها زي ان انا عاوز اوصلها لكم، خلي بالنا من الحاجات اللي بنختارها. بصي الحاجات دلوقتي الهرمونات اللي بيتحقن بيها الحيوانات بامانه ربنا بقت عنيفه النهارده. تعالوا بصوا كل البنات بقت بتبلغ في سن 9 سنين و8 سنين، صحيح، وتلاقي شكلها كبير جدا. السمنه عند الاطفال انتشر بطريقه غير طبيعيه، صحيح، بسبب الالبان. انا ما بوصفش اللبن في الدايت عندي في العياده، انا ضد اللبن. ليه؟ لان اللبن اللي موجود حاليا انا ضده. هو غير لنا المفاهيم بتاعتنا يا دكتور يعني، بس هنحاول نخلي بالنا. والله كلها معلومات مفيده جدا احنا كان زمان الدكاتره زمان كانت لما حد بيجي له انفلونزا يقول له ايه؟ ابعد عن اللبن والبيض. مظبوط. يعني في علاقه وثيقه بين الحساسيه ايوه وبين اللبن، احنا عارفينها من زمان، اشمعنى اتغيرت دلوقتي؟ بنشكرك جدا دكتور محمد الشافعي استشاري التغذيه العلاجيه جامعه القاهره، شكرا جزيلا. شكرا يا دكتور نورتنا.